ايه الفرق بين برومبت الفاكيوم والكمبروسر اللي انا بحوله وبستخدمه كفاكيوم؟ انا هقول الفرق بين ترومبه الفاكيوم وبين الكمبروسر اللي انا محوله وبستخدمه كفاكيوم من خلال تجربه شخصيه فعلا انا عملتها. بس قبل ما اقول التجربه بتاعتي والراي بتاعي فيهم في الاثنين، اخد نبذه بسيطه عن اصلا ايه الفاكيوم. الفاكيوم هو وصول الضغط داخل الدايره الى 30 سالب 30 بي اس اي، يعني الضغط بيكون زيرو والضغط الجوي زيرو، احنا بنوصل لسالب 30 تحت الصفر، 30 بي اس اي تحت الصفر، تقريبا 1 بار تحت الصفر. ده الفاكيوم. طب ليه بعمل فاكيوم وليه بوصل للضغط ده؟ علشان اشيل الهواء اللي في الدايره ويحل محله الفريون، وعلشان ما يتكون ليش رطوبه داخل الدايره، وعلشان اوصل لدرجه تحقيق درجه حراره ممتازه. عمليه الفاكيوم الممتازه هي اللي بتوصلك للحاجات دي كلها، ما يحصلش معاك سدد، تبريد فوق الممتاز، مفيش كركبه في الدايره. ساعات بتلاقي صوت تش كده او صوت فقاقيع داخل على الكمبروسر، بيكون الرطوبه نازله وبتنزل على الزيت اللي ساخن داخل الكمبروسر اللي في الثلاجه، وبيعمل اصوات. طيب عن تجربتي الشخصيه، الترومبه الفاكيوم بتاعها قوي جدا عن الكمبروسر الفاكيوم. ترومبه الفاكيوم طالما بتهتم بصيانتها وبتغير الزيت او بتظبط مقاس الزيت دائما، ترومبه الفاكيوم رقم واحد. كمان تقدر تشتغل بيها وقت اطول من 30 دقيقه فما فوق، تقدر تشتغل بترومبه الفاكيوم، مفيش اي مشكله خالص معاك. الكمبروسر اللي انا بحوله وبشتغل بيه كفاكيوم، اي نعم في ميزه اللي هي خط الطرد اللي انا بستخدمه، ان انا اضغط بيه الدايره لما يكون عندي فيه تهريب او تسريب او عايز اكشف عليها، مع ان انا ما برجحش انك تضغط الدايره بالهواء، المفروض تضغطها بالنيتروجين. ليه؟ علشان برضو موضوع الرطوبه، وموضوع الرطوبه والسدد يعني فنيين كتير بتشتكي منه. طيب علشان فرق السن، انت بتستخدم الكمبروسر في الورشه عندك. طيب انا اقول لك استخدم كمبروسر 3 ارباع حصان فما فوق، استخدم كمبروسر 3 ارباع حصان كما فوق، ما تستخدمش كمبروسر يكون عندك في الورشه مفوت او في نسبه تفويت، ما تستخدموش. استخدم اي كمبروسر فيه اي عيب تاني غير موضوع التفويت، لان طالما مفوت مش هيعمل معاك فاكيوم مظبوط. كمان النقطة الأخيرة، إنك تهتم بالكمبروسر نفسه بتاع الفاكيوم، ولو كان الزيت بتاعه مش نظيف تغير الزيت بتاعه، ووقت اللي هو ما فيهش شغل تحط الطبب على خط السحب وخط الطرد. دي كانت تجربتي، وحبيت أوريكم الجهازين والفرق بينهم. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.